ينضم إلينا الآن من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي، ومن موسكو تنضم إلينا أيضا مراسلتنا أريج محمد. أهلا بكما. دعنا نبدأ معك محمد. إذن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وصل إلى اسطنبول لحضور مراسم توقيع الاتفاق، ماذا عن الجانب الأوكراني؟ انتظار وصول الجانب الأوكراني، وهو أيضا وفد عسكري سيشارك في مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة التي سبقها على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات بين الوفود العسكرية لكل من روسيا، أوكرانيا وتركيا بحضور الأمم المتحدة الراعية لهذا الاتفاق إلى جانب تركيا. المهم الآن هو ساعة التوقيع. الأنظار تتجه إلى الساعة 4:30 هنا بتوقيت المحل، حيث موعد توقيع هذه الاتفاقية بحضور أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام الأمم المتحدة، إضافة عن الجانب التركي وزير الخارجية والدفاع. الاتفاقية في بنودها وفي مرحلتها الأولى، وهي على عدة مراحل، تقتضي بأن تشارك نحو 70 باخرة في عملية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ومن ضمن هذه البواخر 70 تركيا تشارك بحوالي 20 باخرة منها، وهو ما يؤكد على دور تركيا الذي لا يقتصر فقط على أن تكون مدينة اسطنبول هي مركز للتنسيق واستقبال هذه البواخر، إنما فعليا تشارك تركيا في عملية الشحن من خلال 20 باخرة ستعبر إلى الموانئ الأوكرانية. مركز التنسيق الذي يجري الحديث عنه وهو أهم جزئية في هذه الاتفاقية سيكون في مدينة اسطنبول، ويتواجد فيه على الدوام من الأطراف الأربعة خبراء وقادة عسكريون وأيضا شخصيات دبلوماسية تشرف على عملية دخول السفن وعملية أيضا تحميلها بالحبوب والمواد الغذائية وحتى وصولها إلى مدينة اسطنبول من أجل ترتيب إعادة شحنها إلى الموانئ العالمية. تفضل بقى معنا. دعنا ننتقل الآن إلى موسكو مع أريج. أريج، ماذا في ردود الأفعال حتى اللحظة في موسكو على هذا الاتفاق مع وصول وزير الدفاع سيرجي شويغو إلى اسطنبول؟ نعم، رحب الكرملين داليا بهذا الاتفاق وببوادره، وهو الذي كان قد أكد على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ميتري بيسكوف وصول أو توجه بالأحرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو لحضور مراسم توقيع هذه الاتفاقية في اسطنبول، والتي أكدته وسائل إعلام تركية وروسية في وقت لاحق. طبعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية تحدث في هذا المعرض عن الترحيب الروسي قائلا بأن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه اليوم هو يأتي في إطار كان قد تحدث وذكره الجانب الروسي في مرات سابقة عديدة، وكان آخرها ما تحدث به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حينما سئل عن الأمن الغذائي في العالم، فربط هذا الأمر ليس فقط بإخراج الحبوب الأوكرانية العالقة في هذه الموانئ من خلال السفن العالقة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا واستمرار ما تسميه روسيا بالعملية العسكرية الروسية هناك، وإنما أيضا بوصول الأسمدة والمحاصيل الزراعية الروسية أيضا إلى هذه الأسواق، سيما في ظل أنها تشكل ربما الحصة الأكبر من هذا الأمن الغذائي العالمي حتى بالمقارنة مع المحاصيل الأوكرانية، بالإضافة إلى تجاوز العقبات والتي تطرق إليها زميلي في اسطنبول منذ قليل فيما يتعلق بالألغام الأوكرانية والتي جرى تقليل عددها على ما يبدو في المياه الإقليمية للبحر الأسود، صوب الموانئ التي يجري الحديث عنها حاليا لاستخدامها لتسيير هذه السفن المحملة بشحنات الغذاء، بالإضافة إلى موضوع تفتيش السفن وهو ما سيرعيه على ما يبدو الجانب التركي فيما يتعلق بخلوها من أي شحنات أسلحة تورد للجانب الأوكراني. شكرا لك مراسلتنا ريج محمد، كانت معنا من موسكو، والشكر موصول أيضا لمراسلنا محمد المشراوي كان معنا من اسطنبول.